اتعرف بيك في الاول. مينا حنين. عايز اعرف عرفت ازاي عن الموضوع؟ عن الاي اف تي عرفته عشان انا كوتش، فاحنا في كوميونتي الكوتشز عندنا، فاحنا حد من الكوميونتي بتاع الكوتشز كان بيجي علشان يعمل سيشن مع ميرات، فراح قال لنا يعني على الاي اف تي. دخلت على جوجلت يعني على الاي اف تي وشفت فيديوهات، فحسيت ان انا عندي كيوريوسيتي اكتر ان انا اعرف فجيت. بس اول ما شفت الموضوع والحركات اللي بتتعمل وكده حسيت الموضوع مقنع؟ لا طبعا، يعني الموضوع مش سهل ان يعني ان انا اشوف الحركات ديت وبالنسبه لي حاجه عاديه. لا ما كانتش حاجه عاديه، وانا بطبيعتي اصلا مش بصدق اي حاجه بسرعه، يعني لازم انا اقعد اجربها، ولازم يعني لما اختبر حاجه ساعتها ممكن ابتدي اقول. ف لا في الاول ما كانتش يعني مش متعود على حاجه زي كده، وكنت من بشوف لما الناس بتعمل كده بقول الناس دي اكيد مجانين يعني. طيب بعد ما اختبرت الموضوع ممكن تقول لنا ايه؟ اعتقد ان انا ممكن اقول يعني ترايت، جرب مش تخسر حاجه. ممكن تبتدي انت في الاول فاكر ان هي حركات هبله، بس يعني جربها، انت مش تخسر حاجه، جربها وشوف ممكن تنفعك. طيب ممكن تشاركنا بحاجه اختلفت لما طبقت الموضوع ده في حياتك؟ بس انا عندي مشكله في ظهري، عندي انزلاق غضروفي، فمش بعرف اقوم. لما باجي بقوم عندي مشكله، ببقى عندي يعني ببقى ظهري مايل كده شويه، بعد كده ببتدي بقى افرد ظهري. بس ف عملت كذا مره يعني اي اف تي، ف وانا ببقى قاعد لازم كل شويه تيست كده اشوف ايه الدنيا. فبعد ما عملت كذا راوند يعني بالتابينج جيت اقوم لقيت ان انا بقوم عادي. مش بقول ان الانزلاق ما بقاش عندي، بس بقول ان هو قلل الالم بتاع الضغط بتاع الغضروف على العصب بتاعي، فما بقاش عندي الالم بتاع كل مره. لما بتاب بيقل. بقالك قد ايه في الموضوع؟ لا ما بقاليش كتير، ممكن نقول اسبوعين ثلاثه يعني. يعني عندك امل ان لما الموضوع يطول اكتر من كده ممكن تشفى تماما؟ ما اقدرش اقول او لا، يعني انا it works معايا ان انا البين بيقل، وده حاجه بالنسبه لي مريحاني. ما اعرفش هيروح مش هيروح، دي حاجه مش بتاعتي، مش هقدر اقولها، بس انا البين بيقل فده بالنسبه لي اللي انا عايزه.